أخبار اليوم. مباحث شرطة السكة حديد بكافة أنواع عشان ما ننساش حد. هؤلاء الناس يصلون الليل والنهار لتأمين أهل أسوان، وأنا مش كل يوم، كل دقيقة بعرف وعلى اتصال دائم بيهم، وعارف الجهود اللي بيبذلوها لتأمين محافظة أسوان بالكامل وأهل أسوان بالكامل. فأنا بشكرهم على هذا المجهود الصغير لهذه المناسبة، إن أنا بحضر الالتزام ليهم من ضمن الالتزامات اللي بحضرها للوزارة الداخلية باستمرار. ودي أحد الجهود اللي بتبذلها وزارة الداخلية، والحقيقة إن كل من توضع قرى في الحج في وزارة الداخلية ده له العديد من المعاني اللي أبسطها إن عاوزين كل مواطني أسوان ومواطني مصر بالكامل يطمنوا إن يعني اللي ربنا كتبه له هيشقوه عليهم أمينة إن شاء الله، بداية من دار صديق وعقبه لأصغر مندي في أي مكان من ربوع أسوان على المجهود المبذول. شادية محمود أحمد صلاح، حسين أحمد عبد الحافظ محمود، إبراهيم علي عبد الحفيظ حسن، نجاة محمد صالح محمد حسين، حمادة محمد أحمد محمد، عبد الوهاب صالح عبد الوهاب محمود، أسماء حسن عادل دياب، هي محمد سعيد صالح عمر، رضا محمد جابر عبد الهادي، محسن عبد العزيز عثمان عبد الغفور، تعليق على إبراهيم حسين، زوج شحات حسن بنسي، رجب